هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبا وهي حائض؟ وإذا كان هذا غير جائز، فهل عليها إثم إذا درست أبنائها القرآن، خاصة إذا كانوا في مدارس أثناء الحيض؟ أفتونا بارك الله فيكم. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن عليها حدثا أكبر، ومن عليه حدث أكبر كالحيض والجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن. ولكن في حالة خوف النسيان، إذا كانت الحائض تحفظ سورا من القرآن أو تحفظ القرآن وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى، لأن مدة الحيض تطول تنسى ما حفظته من القرآن، فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة، لأن هذا من الضرورات، لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه محافظة على بقائه في حفظها. وكذلك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض وتمتد حيضتها ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض، فلا بأس أن تقرأه للامتحان، لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان وحصل عليها رسوب في القرآن وهذا يضرها. ففي هذه الحالة أيضا يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان، لأن هذا من الضرورة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.